السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وموعد استثنائي معكم في تغطية خاصة عن الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال حدث كبير، حدث كبير لكنه حدث معتاد. أعتقد الجماهير الأهلوية وكل جماهير الكرة المصرية والعربية اعتادت دايما على أنه مع مونديال العالم للأندية أصبح لازمة من لوازم كأس العالم للأندية وجود النادي الأهلي فيها. هذا الجيل من اللاعبين عنده فرصة لمجد كبير. المرة الرابعة على التوالي دي مسألة مش سهلة أبدا. هم تقريبا بيضربوا الأرقام القياسية لجيل أبو تريكة الذهبي، أبو تريكة وبركات ووائل جمعة وعماد متعب والجيل الكبير مع مانويل جوزيه، حقق أرقام كبيرة في البطولة. لكن ها هو جيل محمد الشناوي وحسين الشحات وكهربا وقفشه وكل نجوم النادي الاهلي بيسطروا تاريخ جديد وكبير للنادي الاهلي وليهم. الاهلي النهارده تقرر انه ان شاء الله تعالى مساء الجمعه في جده يواجه الاتحاد السعودي. اتحاد جده النهارده ما لقاش اي صعوبه في الشوط الاولاني انه يجهز على اوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثيه سهله جدا، توقعناها الحقيقه لانه الفريق النيوزيلندي ضيف الشرف الدائم، عارفين انتوا ضيوف الشرف اللي اعتادوا الظهور بلقطه في مسرحيه او في فيلم ويمشوا. هم طوال تاريخهم وعندهم مشاركات على فكره قياسيه، هم حاملين رقم قياسي في عدد المشاركات في كاس العالم للانديه 11 مره. بس هي ديت اللي خدمهم فيها الجغرافيا الحقيقه مش اكتر، وقوعهم في منطقه الاوقيانوس بيلعبوا بياخدوا البطوله، فبالتالي اصبح ضيف شبه دائم او دائم الحقيقه على هذه البطوله. كان في تصريحات كتيرة لجهازهم الفني ان احنا هنعمل وهنسوي و وقلت لكم من امبارح انه في كل مرة بنسمع منهم نفس الكلام، لكنه الفوارق كبيرة، الفوارق بينهم وبين اي فريق بيقابلهم مش شرط اتحاد جد. دلوقتي هو مرة واحدة بس في تاريخهم اللي خدوا المركز الرابع كانت استثنائية بالنسبة لهم في هذه المشاركات القياسية. لكن النهاردة اتحاد جد في وسط طبعا احتفالية كبيرة من جماهيره في جدة ومدفوع برغبات كبيرة في تصحيح أوضاعه علشان الوضع المتراجع له في كأس العالم أو في الدوري السعودي، قدر بنسبة كبيرة جدا يصحح الصورة، ومدفوع طبعا بخبرات النجوم الكبار اللي فيه وبقيادة كريم بنزيما قدر ينهي على المباراة في الشوط الأول. وده أعتقد دايما كنا بنقوله للاعبتنا، إذا هبت رياحك فاغتنمها، أنت عندك فرصة للسيطرة في الشوط الأول، خلص اي مباراه مع اي منافس مع اي بطوله بتجيلك فرص في الشوط الاول، اذا قدرت فعلا تتمكن من ان انت تجهز على المنافس بتاعك في الشوط الاول انت هتستريح.